بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قناة خدمات النخيل ترحب بكم في سلسلة فيديوهات للتعريف في النخلة المباركة، الشجرة الكريمة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في سور عديدة وفي آيات كثيرة، وكذلك في السنة النبوية، والتي شبهها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلم، وهي لا شك أكرم شجرة وأبرك شجرة، فهي لا تؤذي ويستخدم جميع أجزائها بدون استثناء، وتعطي أجود الثمار وأنفعها وهي التمر. والجذع، هذا هو جذع النخلة، هذه نخلة كبيرة، وهذا رأس النخلة، وهذا هو الجذع الذي ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة مريم. قال الله سبحانه وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هذا هو جذع النخلة الوارد ذكره في القرآن الكريم، وهذا للتعريف به. طبعا المزارعين يعرفون ذلك جيدا، ولكن هذا الفيديو للتعريف بشكل عام في أجزاء النخلة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علما ينتفع به.